أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وفي مساكن. شكرا 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 شكرا. إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. أولادنا تحت جناحنا حصة فيها نصائح لكم أنتم يا أولياء خاصة باش تتعاملوا مع حالات معينة مع أطفالكم بالطريقة السليمة. اليوم عندنا موضوع مهم جدا، هو موضوع لجست كي سوف، يعني الحركات السليمة لإنقاذ الضحية. بالمرات ولدنا والأشخاص من المحيط نتاعنا يتعرضوا إلى حالات معينة وين لازم حركات سليمة باش ننقذوا الحياة نتاعهم. إذن اليوم معنا أخصائيين نتكلموا على هاد الحركات اللي تنقذ حياة ضحايا. إذن معايا اليوم الأستاذ يوسفي مراد، الملازم الأول بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. تفضل أستاذ. مرحبا بك. تفضل. معايا كذلك السيد لابري نور الدين، ضيفي الدائم 39 سنة في سلك التربية والتعليم. سي يزيد معليش قبل ما نبدأ ونقول حاجة. تفضل. كي قلت لي راك دائما تقول لي 39 سنة صحيح؟ ولكن هذا ذكرني بحاجة. اليوم معنا ولكن من وراء الكاميرا واحد من لي كاميرامان. قال لي شيخ أنت يا قريت الوالد نتاعي. سبحان الله. هو أسامة راهو سوفيا. ونقول له سلم على خالد باباه اللي أنا قريته. شوف وليده اليوم راهو هنا وبارك الله فيه أحسن ما ربى. سبحان الله سبحان الله. الله يخليك. احنا تاني نحييه. تفضل تفضل أستاذ. تفضل. شكرا شكرا شكرا. معنا كذلك السيد عماري نور الدين، حالة حية. تفضل تفضل سي نور الدين. مرحبا بك مرحبا بك. شرفتنا شرفتنا. في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة باش يدير الواجبات المدرسية نتاعو. اليوم معنا هيثم. تعال تعال. تفضل تفضل هيثم. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك ولدي. واش راك هيثم؟ لاباس. هيثم شحال في عمرك هيثم؟ 10 سنوات. 10 سنوات. واش مسنة تدرس؟ سنة خامسة. خامسة. شاطر في الدراسة؟ واش شحال جبت معادل ولدي؟ 7.75. قريب 8. شكوا عليه شكوا عليه. نحب الأطفال الشاطرين. إذن اليوم راح تدير الواجبة المدرسية تاعك هنا. حبيت نعرف أنت كيفاش تدير الواجبة المدرسية تاعك وحدك؟ منظم وقتك؟ منظم وقتك بلا ما يقولوا لك والديك روح تقرأ وعلاش ماكش تقرأ وكامل. شاطرة مالا. الله يبارك وليدي. إذن روح دير الواجبة المدرسية تاعك في هذاك المكتب الجميل اللي وجدناه لك. وأنتم ثاني أطفال روحوا ديروا الواجبة المدرسية تاعكم باش تنجحوا. لازم ديرهم بانتظام بالتوفيق. شكرا 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 شكرا. إذن موضوع اليوم موضوع مهم جدا، هو موضوع الحركات السليمة لإنقاذ الضحايا، يعني لي جست كي سوف. من مرات الإنسان وليده ولا واحد في المحيط ولا يوقع له حادث هكذا، كاين دي جست اللي قادرين ينقذوا الحياة نتاعو. لذا معنا اليوم السيد يوسفي مراد، ملازم أول في المدرسة الوطنية للحماية المدنية. مدبيا نتكلموا على لابد أنه الحماية المدنية تملك إحصائيات وكمل على هذه الحوادث. أنا نظن الحركات اللي قاد السليمة اللي قاد الضحايا هي خاصة في الحوادث المنزلية. الحوادث المنزلية بالطبع بالك برا، من بعد نتكلموا مع السيد لابري نور الدين إذا كان في المدرسة تاني تكون عرضة لهذه الحوادث هذه، ولا بالك طفلة ومع صاحبه راهو برا إيتو ممكن أنهم يتعرضوا للحدث كما هادو. ماذا بيا تكلمنا على الحوادث يعني لي بلو فريكونت، الاكسيدون لي بلو فريكون اللي يكونوا في المنزل وكامل ولا برا عند الطفل، والاحصائيات كذلك. ومن بعد نوصلوا للحركات السليمه لانقاذ هذه الضحايا. تفضل استاذ. اولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على الاستضافه هذه ومنح مره ثانيه وثالثه للحماية المدنية اللي اعطى توجيهات والنصائح. يعني هذا الشرف وواجب وواجب ويطول عمرك. وشكرا انتم على المشاركه يعني، والشكر متبادل. ربي يخليك. الحوادث يعني الاكثر انتشار يعني في الحوادث المنزليه
هي يعني كثيرة يعني، لكن أولها الجروح. يعني الجروح يعني كي يعني حاجة يعني سي فريكون فريكون يعني هكذا هي الجروح. ثم ثانيا الكسور، يعني الكسور يطيح بيبي يطيح يطيح يعني من السرير للأرض بالضبط. ولكن كيف كيفاش يطيح؟ يطيح الرأس تاعو، يطيح على يديه، كيفاش هكذا. لا تكون اولا الجروح، نروحوا للجروح. ثم هناك حصص قادمه ان شاء الله وتعرضونا ونزيدوا نحكيوا على الكسور ان شاء الله. الجروح فيها عده انواع. الجروح كي يكون جرح يعني على مستوى الاطراف سواء العلويه او السفليه فهي سهله، ما نتكلموش عند تدخل رجال الحمايه المدنيه، لان رجال الحمايه المدنيه ذو اختصاص يعني يقوموا بالعمليه يعني بالجست يعني كما ينبغي. نتكلموا قبل ما يلحقوا رجال الحمايه المدنيه، هذا هو الشيء المهم. هذا هو الشيء المهم، بس الكوارث راهي توقع تما التم لا يتوقع بالضبط التم. سواء عدم تطبيق يعني الجست يعني الحركه كما ينبغي وبالطريقه الصحيحه، او يعني يديروها بطريقه خاطئه كليا. نتكلم عن الجروح كي قلنا كي يكون على مستوى الاطراف سواء العلويه او السفليه، يعني في اليدين ولا في الرجلين. في اليدين هي حركه بسيطه نقدر يعني تقدر الام او الوالد ولا حتى شاهد عين، باش تقدر تصرنا نكونوا نمشيو في الشارع نشوفوا يعني واحد قاس واحد ولا بحادث ولا عنده جرح. كي نقولوا جرح معناتها فيه نزيف، فيه نزيف دم راه يسيل، الدم راه يسيل، الدم راه يسيل. احنا عندنا كميه من الدم محدوده، اذا سالت يعني الثلث تاعها ولا النصف تاعها اسم الانسان يدخل يعني الضحيه تدخل يعني في فقدان الوعي وتبدا يعني التطور فقدان لاري كاردياك وتدخل. احنا قبل ما تلحق الدرجه واش لازم نعملوا؟ كي يكون في الاطراف العلويه، كي يكون في الاطراف العلويه هي هو قبل كل شيء باش احنا المسعف قبل ما يعني يدير الجلسه هذاك لازم يضمن روحه هو اولا. واش يدير؟ يلبس القفازات ضروريه جدا ويعني للوقايه. انا يعني باش ما يزيد 60 بله قادر بالجراثيم اللي يكونوا في يديه ولا قادر لا سواء الجراثيم سواء احنا ما نعرفوش الضحيه هذه اذا كان عندها مرض ولا لا. بالضبط وحنا نعرفوا بلي الدم ينقل الامراض. بالضبط ولا كان المسعف يعني يديه مجروحه ولا فيها خدش ولا كما قلت نذكر عليها كخاصة قدر يتعرض يعني المرض اللي نخافوا منه بزاف حنا كالمسعفين كذا وهو داء السيدة الاشيفي يعني الاشيفي يعني ينتقل عبر الدم عبر الدم. حتى نوصي الاولياء، احنا عندنا الاولياء هذاك الحنان الزائد هذاك يقول لك وليدي ما نعيفش وليدي وليدك صح بس ما تعرفش وليدك واش عنده. بالضبط هذا ما نعرفوش كاين امراض ما نعرفوهاش، ولهذا ندير القفازات يعني الشيريجيكال. وقبل كل شيء هذا يعني باش يعني نصيحه اللي نقدمها لكل العائلات الجزائريه، تكون عندنا في المنزل حقيبه الاسعافات. حقيبه ضروريه جدا حقيبه الاسعافات. وحاجه ثانيه اللي حقيبه الاسعافات هذه ما نخليهاش مده سنتين ثلاث سنوات ما نفقدهاش. لازم نشوف باسكو كاين الدواء كاين الدواء هذاك بريما يعني مده الصلاحيه تنتهي وده لازم نجدد الدواء اللي يكون فيها نجده. وحاجه دوكا تتباع يعني ونيفو تاع واجده يعني عند الفارماسي واجده فيها وجدة. كل شيء فيها حتى القفازات فيها حتى كل شيء لابوات فارماسي فلقى. هي نورمالمون في الدار وفي السياره بالضبط في السياره راهي الزاميه درك حتى مخالفه راهي الزاميه. قلنا الحقيبه الاسعافات تكون لا بانيك ما تكونش عندنا باسكو لازم نتكلموا ولازم ولو انه صعب انه تشوف الدم هكذا ينزف وكامل لكن لا من الضروري جدا باسكو لا بانيك ما تخليكش تعرف كيفاش تخدم. بالضبط هذا نفتح حقيبه الاسعافات تاعي نلبس القفازات وندير عمليه يعني ندرك على الجرح كي يكون في الاطراف العلويه والسفليه في اليدين ولا في الرجلين ندرك على الجرح يعني ماشي بقوه كبيره وماشي هذاك يعني بقوه يعني متعادله. ندرك على الجرح ونقعد لمده 10 دقائق ولا باسكو احنا نعرفوا بلي الدم يتخثر ومن بعد يصرى يعمل حاجز وحده يصرى توقف لسيلان الدم.
لسير الدم. دونك لازم نعبزوا على هذاك، على هذاك الجرح، هذاك الجرح هذاك نضغط عليه. اذا ضغطنا عليه، اذا ضغطنا عليه وشفنا الدم مازال الدم مازال يسيل، واش نعمل؟ ندير ما نجيبش اي، باسكو هنايا ما نجيبش اي يعني شيفون ولا حاجه قماش ولا حاجه نظيفه، لازم تكون نظيفه. نجيب الضمادات يعني لي كومبريس ستيريليزي، لي كومبريس ستيريليزي، ندير ربعه ولا خمسه ونحطهم فوق الجرح، فوق لا بلاي هذيك، ونزيد نضغط عليها، نضغط عليها، نضغط عليها، كي نشوف بلي الدم خلاص توقف ندير عليها ضماده، يعني بونداج، ان بونداج، ونحول الصغير تاعنا ولا الاخ تاعنا الى المستشفى، ولا نقوم بابلاغ رجال الحمايه المدنيه هما اللي جو يزيدوا يقوموا بالاسعافات. حاجه واحده ثانيه لازم نضيفها، ما نديروش اي برودوي، احنا نشوفوا العجايز تاعنا، نشوفوا العجايز تاعنا يديروا قهوه في الجرح. هذيك القهوه انا شفتها بعيني، ولكن الاخطر في هذا تحبس الدم وتحبس، ولكن من بعد المشكل يديروا كيفاش تنظف الجرح هذا، كيفاش تنظف الجرح، مشكل مشكل. كيفاش يديروا قهوه، كان يدير التراب، يعني كل واحد عنده تقاليد تاعو، يعني من منطقه لمنطقه تختلف تقاليد والاشاعات. وحاجه اخرى ثاني ننبه عليها المشاهدين، ننبه عليهم كثير كثير كثير، هي يشوفوا دوك على العصرنه الانترنت، يشوفوا في اليوتيوب ويتعلموا من اليوتيوب. نقولهم معليش تعلم كيفاش تصلح آلة في اليوتيوب صحيح، بصح اليوتيوب جامي يعني من المستحيل يعلمك لي بون جيست بور فار دي بريمي سكور. تشوف صح واش تشوف حاجة واش تطبق حاجة واحدة أخرى. بالضبط. لهذا نعاود نقول نداء واحد آخر، احنا المديرية العامة للحماية المدنية سهرانة، ويعني وسهرانة باش دير كل مسعف لكل عائلة، أرواحوا تقربوا البيبان مفتوحين، على البيبان مفتوحين يعني تاع الحماية المدنية، سجلوا أرواحكم، سجلوا أرواحكم، ونقوموا حنايا بتكويكم كيفاش تقوم بهذا. يعني باش يعني باش تشوف يعني في اليوتيوب، واش تشوف في اليوتيوب واش تطبق، يعني بطريقة مختلفة، يعني طريقة تطبيقية، يعني يعني واحد كيشوف اليوتيوب تكون عنده دراية، تكون عنده تكوين، يزيد يطور. ولكن انا نظن وكان ما تكونش عندك تجربه يعني ماديه باليد، قادر تشوف هكذا عن طريق الانترنت وكامل، ومن بعد كي تكون فاس لهذاك الجرح ولا حاجه ولا تبانيكي شويه تنسى، تنسى باسكو ما عندكش لا براتيك، يعني لا براتيك شو النظري ما يكفيش. والناس البيداغوجيين يقول لك اون فوتو، اون فوتو قال لك ساكوت ميل مو، يعني الصوره تعادل 1000 كلمه، 1000 كلمه، 1000 كلمه، يعني الصوره تقعد للجاس، يقعد يعني تقعد مدرب عليه. هذا قلنا فيما يخص، باش نخرج على الموضوع، قلنا فيما يخص الجروح على مستوى الاطراف العليا او السفلية. دوكا اذا كان عندنا جرح على مستوى الصدر، على مستوى الصدر لازم نمدد الضحيه تكون ممدوده، ونديروا لها وضعيه نصف جلوس، حتى الضحيه يعني ما تبانيكاش، وما نخليهاش تشوف الجرح تاعها. لازم نلهي الضحيه هذيك، نسالها بالسؤال كيف واش صرا لك، واش قاسك، واش هذيك، نلهي الضحيه باش ما تشوفش الجرح تاعها. ندير في عمليه نصف الجلوس كذلك، وندير ضمادات، نلبس قفازات، هذه خلاص ما نجيش نتكلموا عليها، يعني ضروريه جدا، وندرك قليلا على الجرح، يعني حتى تجي رجال الحمايه المدنيه وتقوم هي بالاسعافات اللازمه في هذا الجرح هذا. فيما يخص البطن، يعني كي تكون على مستوى البطن كذلك، نمد الضحيه لكن العكس، نرفع الاطراف السفليه الى العلو، الى العلو، الى العلو، يعني ولا كانت عندنا كرسي ولا نحطهم له فوق الكرسي هكذا، حتى يعني نقلل من الالام تاعو، من الالام تاعو، وحتى يصير ارتخاف للعضلات البطن، يصير عضلات البطن. حاجه واحده في كلتا الحالتين، سواء تكون طعنه، خاصه تكون طعنه على مستوى الصدر او البطن تاع السكينه ولا حاجه حاده، حديد او حاجه، يعني ممكن في حادث مرور، في حادث يعني الانسان يتعرض لهذا النوع. نقول المشاهدين اياكم، ثم اياكم نزع هذه الاله الحاده، ما تنزعهاش، خليها حتى ندير عليها ضمادات، نضمها يعني هكا، ونخلي هذاك الشيء، هذاك الكور ايترونجي، يعني الجسم الغريب اللي تخلي الجسم تاعنا، نخليوه في بلاصتو، ما نجبدوهش، نسيو ننقيو الجرح حتى باش ما يتعفش، ولا نغطيوه، ونستناو رجال الحمايه المدنيه حتى يجيو، وهما عندهم الطريقه تاعهم كيفاش ينقلوا حتى المستشفى. حتى رجال الحمايه المدنيه ماشي من حقهم باش ينزعوا هذاك الشيء، حتى رجال الحمايه المدنيه، يعني المسعفين، حتى يعني يوصل الى المستشفى
هناك اخصائيين كيدخلوا البلوك البلوك اوبيراتوار وهما عندهم الطريقه تاعهم كيفاش ينزعوا هذاك الشيء. في طريقة البطن كينصيبوا البطن مفتوح ولا ما نسيوش نرجعوا هذيك الامعاء ما نسيوش نخليوها كيما ما نسيوش باسكو تجي ترجعها له تزيد دير له نوتر كومبليكاسيون داكور باسكو دي فوا كي يكون ضرب على المستوى خاصه بالخنجر حاولة المرور ولا بالخنجر ولا كي تفتح دي فوا يعني الامعاء تاعنا تخرج شويه حنا باش يقول لك انا يقول لك سي دخلها له دخلها له ما ندخلوهاش نخليوها ما تمس والو ندير ضمادات باش على رقدوا رفدوا رجلو رفدوا رجلو باش تخفف الامعاء ونستنى للاسعافات. في حالة في المنزل بطر كي نقولوا بطر يدو صرا حاجة في لابينويزري سيرتو لابينويزري صرا بزاف هذا الامر هذا صرا تتقطع له يدو ولا في اكسيدون سيركيلاسيون ولا نصيبوا الرجل مبتورة يعني واش نديروا لها حفاظا على باسكو دركا الطب تطور دركا من يعني نقدر الطب دركا يقدر يرجع لك يعني اليد المبتورة ولا الأذن ولا هذيك بصح كيفاش نرجعها لازم نحافظ عليها كيفاش نحافظ عليها نحطها في ضمادات يعني ضمادات تكون معقمه يعني دي ستيريليزي ستيريليزي نضمها ستيريليزي نحطها داخل الكيس نغلق الكيس ثم نضعها داخل الكيس فيه لي غلاصون يعني كيس مثلج. باش نشرح مليح قلنا الطرف هذاك العضو هذاك اللي يكون مبتور منحي نضعو داخل ندخل ضمادات معقمه يعني دي كومبريس ستيريليزي نحطو داخل كيس والكيس هو بدوره نزيد نضعو داخل كيس اخر يكون فيه لي غلاسون يعني لي غلاسون باش نحافظ على الجسم هذاك اللي يتنحى وينقلو به الى المستشفى يروح معه ومن بعد المختصين والجراحين هما اللي يقوموا بالعمليه هذه يعني باش عاد يرجعوا له يعني اليد تاعو ولا الاذن العضو ولا يعني اللي يتنحى. شكرا. انا راح نرجع لك تعودنا عليك انك دير لنا بالمرات حركات تطبيقيه ماذا بيا من بعد نرجع لك تورينا شويه العائلات حركات اللي ممكن انهم ينقذوا بهم ابنائهم ولا الناس اللي يحبوهم وكامل. سيد نور الدين لابري تكلمنا مع السي يوسف مراد على هذه الحوادث تكلمنا على الحوادث المنزليه ولكن الطفل ماهوش في مأمن يعني حتى في المدرسه ممكن يتجرح ممكن هي حقيقه صعب ان يكون طبيب ولا في كل مدرسه دروك المدارس الابتدائيه بالالاف في الجزائر خاصه الابتدائيه بالك في الثانوي ولا موجود ولا ولكن في المدارس الابتدائيه صعب ولكن هل المربيين عندهم درايه بهذا الجروح بهذا يعني واش يديروا في انتظار الطبيب ولا نقل الطفل هذا الى المستشفى ولا هل يعرفوا واش يديروا ولا هل هناك ان بواتا فارماسي في المدرسه هل حبيت نعرف شويه كيفاش يعني المنظومه التربويه تشوف هذه الحوادث هذه. شكرا سي يزيد نشكرك على اعطائنا هذه الفرصه باش نبين لاولياء التلاميذ يعني ما هي المخاطر او الاخطار التي قد تصيب ابنائهم وكيف او كيفيه انقاذهم او علاجهم ولو اوليا. كما نشكر حضره الملازم الاول على هذه المعلومات القيمه التي قدمها لنا في هذه الحصه وتعلمنا عليه كثير يعني في الحقيقه. الحمد لله. ولكن هو كان يتكلم وانا ذكرت حاجه. احنا نتكلموا شويه على التجربه تاعنا. لازم. لما كنت صغير كنت طفل حتى مراهق تعلمت الاسعافات الاوليه ولكن يا للاسف ما تعلمتهاش في المدرسه. تعلمتها في مؤسسه اللي تعرفوها كلكم وما نسمعوا عليها كثير الا وهي الكشافه الاسلاميه الجزائريه. بهذه المناسبة نحيي المربين الأوائل اللي لعبوا دور كبير خاصة بعد الاستقلال لما خرجت فرنسا واستقلت البلاد وكان فيه فراغ
فيما يخص الاطارات وفيما يخص الاساتذه والمعلمين وكذا، ولكن هؤلاء الوطنيين خرجوا من الكشافه الاسلاميه. كانت مدرسه من جمله الامور اللي تعلمها الاطفال الاسعافات الاوليه، هي هذه السكوليزم. سكوليزم هو كان يتكلم حاجات مش كل شيء، ولكن كاين حاجات كثيره، اشياء كثيره تعلمناها في الكشافه الاسلاميه. جميل. وبالتالي شوف يعني الدور نتاع 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 المجتمع المدني اللي يلعب دور في ما يخص التربيه المدنيه، التربيه الحضاريه، هذه تدخل في التربيه الحضاريه. نحن نعيش في مجتمع لازم ما ننتظروش غير الدوله، ما ننتظرش غير الطبيب او غير الشرطي او غير الحمايه المدنيه باش يجي يتدخل في بعض المواقف اللي ممكن احنا في بعضنا البعض نتدخل فيها ريثما تتدخل هذه بالضبط. المؤسسات الرسمية المتكونة المؤهلة. إذن نرجع للمدرسة. أنا نقول بكل أسف، بكل أسف المدرسة الجزائرية ما زالت ما وصلتش لواحد الدرجة باش تعطي اهتمام كبير وأولي لهذا الموضوع، ألا وهو التدخل السريع والإسعافات الأولية في الوسط المدرسي. وما يخفى الناس بأن الوسط المدرسي مؤهل لهذه الأمور نظرا لتعداد التلاميذ وخاصة في وقت يعني الراحة. عرضة خاصة أوقات الراحة التلميذ يجري سبور أو نعم، وهذا شيء طبيعي. التلميذ الطفل كثير الحركة يخرج من القسم بعد ساعتين أو ثلاثة يحب يتنفس يحب يجري، وهنا تحدث حوادث كثيرة منها البسيطة، ولكن أحيانا تحدث حوادث خطيرة. كاين بوات فارماسي في نعم عموم لا لا هذه موجودة. نعم يعني يقدروا عندهم ضمادات، هذا أبسط شيء. لا أبسط شيء لا معليش، أبسط شيء موجود على الأقل لما يكون جرح ولا يقدروا يضمدوه ولا ويشوفوا إذا كان مازال نزيف ولا ماحدش يحبس يكلموا الطبيب ولا المستشفى ولا الحماية المدنية. لا هذا موجود ولا الحمد لله، يعني اليوم كاين الهاتف بسرعة، يعني كاين وما ننساش باللي وحدات الحماية المدنية راهي منتشرة اليوم، يعني بالنسبه بالضبط. للماضي بالضبط. لا الدوله دارت يعني حاجات كثيره. ما من الناس نتكلم معهم وكلهم يحدوا يعني تدخل الحمايه المدنيه بين 5 إلى 8 دقائق. نعم يعني نعم. خمس يعني هذا هو ريكور يعني نعم. بين 5 8 دقائق يعني حاجه جميله جدا. يعني انا الشيء اللي حبيت نقوله سي يزيد هو انه عموما الاسره التربويه، كنقول الاسره التربويه يعني المدير المعلمين وحتى الحارس وحتى العمال اللي في المدرسه مشي متكونين، ما عندهمش فكرة واضحة حول ماذا يجب أن نعمل عندما يحدث شيء من هذا القبيل. يعني حدث تولي لابانيك، كل واحد شويش يولي يقترح. عندنا أحيانا هذا الحوادث تاع واحد يطيح وزنازيف أو قص، ولكن كاين حاجات أخرى راك قاعد هكذا حتى التلميذ يغمى عليه، يعني يغمى عليه يدخل دون لي بوم يبركون كيس كيفو فير ما نعرفوش يعني بصفة صح عامة صح. وهنا أنا هذه نصيحتي على كل حال، ما لازمش ننتظر من الوزارة وزارة التربية، وهو يعني هذا أملنا باش يكون، ولكن إذا الوزارة ما زلت ما وصلش لهذه المرحلة هذه وتوصل لها إن شاء الله ما يمنعش احنا لازم نروح ونديروا تكوين، لازم نبادر، يعني لازم بدر رئيس بدر المؤسسة مثلا هو مسؤول عن الأمن التلاميذ والمعلمين والأساتذة في المدرسة. قال أنا في السنة خلال السنة الدراسية أدعو ندير برنامج وأدعو الحماية المدنية ويجونا، وأنا جربتها وكنت الله يشهد على ذلك أنا كنت نديرها يعني كل سنة دراسية مرة أو حتى مرتين، أتصل بالضابط تاع الوحدة تاع الحماية المدنية ويفرحوا ويعني ويرحبوا بالفكرة ويجوا وندير اجتماع مع التلاميذ ومع حتى مع العمال ويعطوهم دروس وتكون يعني مفيدة جدا، لأنني نكسر الأجواء تاع الروتين هذيك تاع غير النظري وعطيهم كذا، خاصة لما يجيوك أشخاص خارج المؤسسة هذا يجلب انتباه التلاميذ وترسخ في 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 أذهانهم، وكانوا يعطوا دروس حقيقة يعني مهمة جدا في الإسعافات الأولية، وكذلك في ما يخص الحرائق، واحيانا تصرى حرائق وحنا صرت لنا انا في المؤسسه اللي كنت فيها صرى حريق بالضبط حريق، ولكن بسيط ولكن بسيط قادر يكون نعم سياره يعني تاع مفتش شعلت
وامام المدفأة يعني الجهاز تاع المدفأة الاساسي وسلكت يعني نتيجة الريفلكس بالك تاع نعم لا كان الحماية المدنية كانوا يعلموا جاو في جلسة من الجلسات واعطوا دروس درس للعمال وبعض الأساتذة كيفية استعمال أجهزة المطافية هذيك تاع الزيكستنكتور المطفئات الزيكستنكتور قال هاو كيفاش دير له وفعلا جا عامل وحكم هذيك المطفأة وطفى المحرك تاع السيارة وكذلك فيما يخص الكهرباء التيارات الكهربائية يعني كذلك يعطوه تعليمات قال إذا حدثت شيء من هذا القبيل ها وش تدير كذلك فيما يخص تسرب الغاز ويقول لهم اليوم ما ننساوش باللي في المدارس كان الغاز طبيعي المدافع راهي بالغاز طبيعي بالضبط بالضبط يعني يقول لهم حذاري إذا شفتوا شميتوا ريحة الغاز هذا ما تعمله وهذا ما لا تقوم به وما شابه ذلك من 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 الإجراءات للحماية المدنية تقدمها نسيت أنا أكثر من هذا يعني ولو ربما نخرج شوي على الموضوع أنا كنت أدعو حتى الشرطة يقول لك الناس علاش الشرطة هذه لماذا لأن الشرطة هي الناس بصفة عامة عندهم فكرة سيئة حول الشرطة يقول لك الشرطة عندها دور قمعي بالضبط انا لا انا مبادر انا ما قلتليش وزاره بالعكس. التربيه لازم تدعي الشرطه باش يجوا يحكوا مع التلاميذ ويفهموهم اللي بلي احنا ما راناش الشرطه الجواريه يعني بوليس دو بروكسيميتي جميل جميل والشرطه كذلك تعطيهم تعليمات وتقول لهم حتى يعني بعض الارشادات يعني فيما يخص الوقايه من حوادث المرور الحمد لله كاين ابواب مفتوحة, حتى الدرك الوطني حتى الشرطه يديروا ابواب مفتوحه ويجوا الاطفال ويجوا يعني يتقربوا منهم بارك. يعني هذاك اللي كانوا يشوفوه قمعي كما تقول من بعد شافوا بلي هو انسان نعم. وجزائري كما هو قادر يكون اب صديقه كان قادر يكون خاله قادر يكون يعني شافوا باللي هي اجهزه امن جواريه يعني نعم. في خدمه المواطن نعم. والحمد لله في النهايه يعني انا انصح حتى اولياء التلاميذ شوف دائما اولياء التلاميذ لهم دور هم يعني شركاء في هذه العمليه جمعية أولياء التلاميذ في أولياء التلاميذ تلقى طبيب وتلقى الممرض بالضبط وتلقى بالضبط حتى تلقى الشرطي تلقى رجال الحماية المدنية تلقى يعني لازم يجتمعوا ويتلاقوا ويتطوعوا يتطوعوا ويقترحوا على رئيس المؤسسة ويجيوا إلى المدرسة وأجرهم بالضبط. على الله ويساهموا في العملية التربوية والوقائية شكرا شكرا, شكرا 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 الله يخليك أستاذ لابري شكرا شكرا معنا اليوم نور الدين عماري مرحبا بك مرحبا بك ماذا بيا تكلمني على صار لك حادث هكذا يعني حادث منزلي ولا كنت تكلمت لي عليه ماذا بينا تعطينا عليه شوية في اليوم تكلمنا عليه شوية في اليوم من الأيام خوياك لحبة مش ماش إيه؟ لما لحبة مش ماش كذلك عدم على الدخلانية هذيك إيه؟ بلاحها معاه أوه حصلت له وكيفاش درتو؟ ولما عندي هكذا صديقي رجال حماية مدنية ايه علمني هكذا شيح فايس ايه منا حطيته فوق كرسي وحبت له هكذا ظهره وخبط له خمس خطرات في ظهره خرجت لك العظمة دونك هذاك لوجيست هذاك قد اخي اسمه كي يخبط خوك الصغير خمس خطرات في ظهره اسكو الشيء هذاك العظم خرج ولا ما خرجش خرج له دونك سلكتو من خلال سلكتو لا لا حقيقة الجسد يعني قبل ما نمر الوسمو هذه من بين الحوادث المنزلية يعني اللي تصرى خاصة عند الأطفال اللي يكون يتراوح في عمرهم عام سنه سنتين ثلاث سنين يكونوا في طريق الحب يعني يحبي يبلع اي حاجه يعني يلقاها في الطريق تاعو يحطها في فمه ويحسبها اكل يحطها في فمه هكذا ويصرى للاسف الامهات ولا الاولياء ما يعرفوش يتصرفوا مع هذا ومع يعرفوا الا يعني يجوا ينحيوا له يعني يدخل سبعه يعني اكيد يدخلها يجي تاع باش كان الامهات ديريكت هذا هو الجست اوتوماتيك اللي يجيها في العقل تحلو فمه وتحطو هنا تحلو فمه وتدخل صباحها باش تخرج الشيء وهي دير العكس راهي هذاك الشيء هذاك تزيد تدخله لداخل
وتجرح المجال التنفسية ودير كومبليكاسيون اخرين. استاذ ماذا بينا في عجاله تورينا هاد الجاست هادو كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هاد الحوادث هادو؟ تفضل سي يوسفي مورال. اذا نشوفوا الاول جبنا هنايا بوبي هذا، قلنا باللي الجسم صلب باش يكون باش حتى باش نشرح مليح. هذا الطفل كما قلت لي مقبله حتى العامين حتى السنتين، كيفاش نصرف معه؟ كي نعرفوا بلي ولدنا حصلت له حاجه ولا حاجه، لكن هناك كاين حالتين سواء الصغير ولا الكبير. اذا كان انسداد كلي يعني مخنوق كلي يعني ما يتنفسش، كاين الاعراض تاعو باينه، ما يبكيش، ما يسعلش، عينيه يخرجوا يعني الخرجه تاع العينين، هذا انسداد كلي. نديروا له طريقه، هذه الطريقه هذه بتسمى طريقه هيملش. الطريقة تهملش. أوكي. إذا كان انسداد جزئي، واش معناتها انسداد جزئي؟ معناتها باللي حصل له حاجة لكن يتنفس بصعوبة. صعوبة يعني تقدر تسمعه يبكي، تقدر تسمع صوته. يحب يسأل باش يخرج هذيك، لكن يتنفس بصعوبة. هنا ما نقوم حتى بطريقة، نتصل بلجنة الحماية المدنية وهم ينقلوه إلى جناح السرعة إلى المستشفى. داكور. وهم يقوم بإخراج هذاك الشيء اللي لا لو حصل. داكور. قلنا كي يكون انسداد كلي نقوم بوضع هاد الاسبوعين هادو هنايا هنا في الحنك تاعو هنايا باش نسرح المجاري التنفسيه، باش نخلي الجسم هذاك يخرج. وهاد هنايا نحكم به الصدر تاعو والرجل تاعي نميلها شويه هكذا ونديرو على البطن تاعو نميلو شويه وندير خمس ضربات، خمس بين اللوحين الكتفين، واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه هكذا، ونعاود نميل نشوف هذاك الشيء هذاك كيفاش نعرف باللي خرج. كي نصيب يعني الصراخ يعني بكاء او بدا يسعل يتنفس بدا يسعل نعرف باللي هذاك الشيء هذاك خرج ولا ما خرجش. نعاود نديرو في الطريقه هذه التاليه هنايا، الراس تاعو توجور يكون لتحت حتى المجال التنفسيه تكون يعني على الاستقامه ديكاجي يعني يقدر يتنفس. ندير في الكرو تاع بين القفص الصدري وين يخلص الاصبعين اثنين هذوما ونضغط خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. الضغطه تاعنا ما تكونش قويه باش يكون الطفل الصغير يكون هش القفص الصدري تاعو هش، وما تكونش يعني خفيفه، تكون معتدله يعني احنا يعني كل واحد على حساب القوه البدنيه تاعو هكذا. وهكذا دواليك حتى نقوم باخراج هذا يعني الجسم. يعني نعاودوا في كل مره، نعاودوا مره هكذا مره هكذا حتى يتم اخراج الجسم الصلب. هذاك الجسم الصلب هذا كي يخرج ربما ما تقلقش يكون فيه جروح ولا يخرج بالدم تاعه ولا، نرفد هذاك الجزء الصلب هذاك لازم نديه معايا الى المستشفى. اذا جاوا رجال الحمايه المدنيه راهم يطلبوا الشيء هذاك لازم يدوه لهم باش ينقلوا معاه باش يشوف الطبيب وش الشيء هذا اللي دخل النوعيه تاعه هذا باش يساعد. بور ان ادولت الكبار دوكا نشوف واحد متطوع من الجمهور يجي معنا. ماذا بينا شكون يجي متطوع يلا الله يلا جيب مع كرسي هذاك. بالنسبه لكل واحد يكون كبير نخليه يعني في لابوزيسيون كي قلنا انسداد كلي هو يكون في حاله توتر. بالضبط يكون متوتر يكون هكذا. اذا كان واقف نخليوه واقف، اذا كان جالس نخليوه جالس. يعني في كلتا الحالتين نقدروا نديروا الطريقه تاعنا. قلنا نميلوه قليلا شويه للوراء ونعطيه خمس ضربات بين لوحين الكتفين باش يشوفوا هنا الاعزاء المشاهدين هنا بين لوحين الكتفين، وندير خمس ضربات يعني باليد تاعي لهنايا. نعاود هكذا نعطيه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. هذه وقف. اذا كان جالس اجلس. اذا كان جالس نفس الشيء، نقوم بتميله هنايا ونعاود ندير خمس ضربات تاعي. اذا الجسم ما خرجش إذا ما الجسم ما خرجش نقوم بعملية هملش. عملية هملش وشن هي؟ أوقف. عملية هملش هي نجي من وراء الضحية ندخل يدي تحت يعني تحت الأطراف العلوية هكذا، نحوس على وين يخلص القفص الصدري الكل تاعو هنا. ندير يدي هنا وندير هنا، والمسعف يحبط شويه رجليه هنايا باش يقدر يجبدو. هذا ويعطيه شغل كي يجذب لعنده يجذب افقيا ثم شويه يطلعوا شويه هكذا سيفلي كيما هكذا
يعطي هكذا وحده داكور داكور يعني هذه اذا كان واقف اذا كان جالس اذا كان جالس اذا كان جالس نخليوه جالس باش ما نبانيكيوش بزاف الضحيه تاعنا نجيو من خلف الضحيه ونحوسوا على وين يخلص القفص الصدري الكرو هذاك ونحطوا يعني الدبزه تاعنا هكذا تكون في الايدي نحطوها بك الكرو ونجبد لعندي ونطلع لفوق واحده اثنين ويكون راسه مايل نطب على سيف هذا واحده اثنين كي يخرج الشيء هذاك يقوم بسعال يقوم بتقيؤ يعني يحفظ يصرخ هكذا نعرف بلي الشيء الصلب هذاك خرج قلنا قبيله كنا علاش كيكون نصف جزئي يعني كيكون جزئي باسكو كان نحوسوا كيفاش نخرجوا الجسم هذا كيكون يعني يكون حاصل هنايا هو عنده راه يتنفس بصح بصح بصعوبه بالضبط لو كان نسيو نخرجوه له بالك نديروا له يعني يولي كلي يعني يولي ما يتنفس كاع بالضبط ولهذا يتنقل للمستشفى مباشره بالاحسن شكرا 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 يعطيك الصحة يعطيك الصحة وليدي يعطيك الصحة هذيك سي ياسين خمس ضربات فيها حكمة علاش ماشي ستة وما ماشي أربعة هذه خمسة اللي نبدلوا على يدي راسها هذه علاش خمسة إذا خمس ضربات لا أكثر ولا أقل إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحصة إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحصة راح نتوجدوا كاع هذه الفيديو هذون راح نحطهم في اليوتيوب باش تستفادوا منهم إن شاء الله إذا بإمكانكم التواصل معنا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا سلام من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة لا مقبولة ولا مدلولة تلعب تحيا بسر مؤمن نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان